بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، نجدد بكم اللقاء والتحيه والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته. اشواطنا مستمره ومتواصله في مساء هذا اليوم مع انطلاقات اول ايامنا من كاس وزاره الرياضه في ميدان السيح بمحافظه الاحساء، انطلاقه شوط جديد، شوطنا السادس ينطلق لا يقل اهميه عن بقيه الاشواط مع الحقائق القعدان مع المسافة المصاحبة ألا وهي 4 كيلومترات، هي الحكاية والرواية الحاضرة والمتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. نسير بحضراتكم لنتابع وتتابعون في هذه اللحظات مشاهدين الكرام البداية والصدارة والمقدمة مع اندفاعة اللي متسلل مع مقدمة الشوط ومع البداية. شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود مع نواف وبقيادة حمد بن محمد المري، من يتابع ويراقب هذا الشعار مع الصدارة ومع المقدمة الأولى. المركز الثاني يحتل مركز الوصافة شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع ملبي بقيادة سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي. والمركز الثالث في هذه اللحظات نتابع وتتابعون ثالث الأسماء المتسلل في هذه اللحظات عبد الله بن علي بن قبعان المري مع عمار على المركز الثالث اللي غير بدوره إلى المركز الثاني والمركز الرابع. رابع الأسماء مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء نتابع هنا شعار سعيد بن علي البريس المري مع سمحان على المركز الرابع والمركز الخامس. نشاهد وياكم ونختتم به النداء على المركز الخامس الوذن بشعار عبد الهادي بن راشد بن عبد الهادي الغفراني المري، من يتواجد على المركز الخامس بن نشير. نعم شعار بن نشير يتواجد خامسا في هذا الشوط. نعود الى مقدمة الشوط الى الصدارة والى البداية الاولى مع اللي غير عمار، غير الى صدارة الشوط في هذه اللحظات مع امتصاف المسافة بشعار بن قبعان، من يغير بن قبعان إلى مركز الأمان بحثا عن الانتصار وعن النوماس في هذا الميدان وعن أداء فنان. هنا غير في هذه اللحظات عمار بشعار وبحضور وبتواجد عبد الله بن علي بن قبعان المري، بينما المركز الثاني ملبي يحتل مركز الوصافة شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وسعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي بن بيشان. يتابع لنا هذا الشعار مراقبا لنا هذا الاسم في هذه اللحظات مع ملبي. المركز الثالث بدأ يقترب في هذه اللحظات، وصل ابن شير على المركز الثالث يقدم لنا في هذه اللحظات يقدم لنا الوذن عبد الهادي بن راشد الغفراني المري. لكن اتابع اللي قادم في هذه اللحظات، وصل ناصية سلطان بن فالح بن قبضة القحطانية، وصل بن قبضة على المركز الرابع المركز الخامس. اتابع شعار عامر بن راشد البريس المري بالراية مع جزل، مقدما لنا جزل. بدأت الأسماء في هذه اللحظات والوصول مع حمد بن سعيد الحبسي مع مسيان، العودة إلى مقدمة الشوط إلى صدارة الشوط إلى البداية. عمار لكن مع الكيلو الأخير غير ملبي، يلبي النداء ويغير إلى مقدمة الشوط صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود
سعود بن نايف آل سعود وبقيادة سعود بن محمد بن بهيد الرزق العجمية بن بشون يتابع لنا ملبية. لكن القدوم الوصول وصل في هذه اللحظات علي بن خليفة بن خميس الويقص السويدي مع ثمين والقادم والمتسلل في هذه اللحظات شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود منعور خالد بن عبد الله بن شريم المرية يتابع لنا منعور. لكن البداية والثنائية حتى هذه اللحظات بسيطرة تامة. لكن ملبي للندى وطار طار مع نوماس هذا الشوط حتى هذه اللحظات محاولات أخيرة محاولات نهائية مع ثمين علي بن خليفة بن خميس بالويقص السويدي. لكن خلاص ملبي بطلا لهذا الشوط منتزعا لنوماس هذا الشوط. تهانينا والفي مبروك لصاحب السمو الملكي والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود بقيادة سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي بن بيشان متابعا ومراقبا هنا ملبي منتزع على نوماسي هذا الشوط. المركز الثاني ثاني الأسماء مع ثمين علي بن خليفة بن خميس بالويقص السويدي. والمركز الثالث فكان الوصول من سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة مع دافور. رابع الأسماء شعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود مع منعور. وخامسا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء المركز الخامس نتركه للجنة الخطي والتحكيم. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء هكذا كانت النتيجة لشوطنا السادس مع ملبي بطلا لهذا الشوط منتزع النوماس والانتصار. تهانينا والف مبروك لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وبقيادة سعود بن محمد بن فهد الرزق العجمي.